السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في صفحتي أحسن ماث وفي قناتي أحسن ماث مع غيرة درويش. النهاردة هناخد يونت 2 اللي هي الراشونال نمبر بارت 2. تعالوا نشوف إيه الأفكار اللي موجودة عندي تاني في اليونت دي. احنا خدنا جزء من الأفكار في الفيديو الأولاني، النهاردة دلوقتي هنكمل يونت 2 في الفيديو التاني. أول حاجة قلنا إن الكاونتينج هي الكاونتينج نمبر هي أصغر ست عندنا اللي هي برمز لها بالرمز سي كابيتال. خلاص دي مجموعة جروب بتبتدي من ال 1 فيها 1 2 3 4 وهكذا. خلاص طيب، وقلنا إن هي ما فيهاش زيرو، علشان كده اضطرينا نعمل مجموعة أكبر فيها كل الكاونتينج. خلاص وسميناها ناتشورال نمبر ورمزنا لها بالرمز ان كابيتال. طيب بعد كده اهوت قلنا ان في نيجاتيف نمبر كمان، طب هنحط النيجاتيف نمبر فين؟ عملنا ست اكبر مجموعه جديده سميناها الانتجر، والانتجر رمزها زد كابيتال، يبقى الانتجر فيها بوزيتيف ونيجاتيف وفيها الزيرو. بس خلوا بالكم ان الكاونتنج والناتشورال والانتجر كلها فيها هول نمبر، ما فيهاش لا ديسيمال ولا فراكشن. طيب الديسيمال والفراكشن هوديهم فين؟ عملنا سيتس جديده وسميناها الراشونال نمبر، ودي اكبر سيتس موجوده في الدرس ده. طيب في بقى بيجي لي ساعات اكسرسايز بيقول لي يوز الورد سبسيت ونوت سبسيت. يعني ايه سبسيت ونوت سبسيت؟ سبسيت يعني موجوده جواها، نوت سبسيت يعني مش موجوده جواها. يعني لما يجي يسالني يقول لي ان الكاونتنج سبسيت ولا نوت سبسيت مثلا الانتجر، ما دام هي جواها يبقى سبسيت، انما ما ينفعش سيتس كبيرة زي الراشونال نمبر تكون موجودة جوه الصغيرة. يعني لو جيت اقول لك الراشونال سبسيت ولا نوت سبسيت الكاونتينج، طبعا نوت سبسيت. ده عاملة زي ايه بالظبط؟ عارفين الصندوق اللي جواه صندوق اصغر ولا جواه صندوق اصغر جواه صندوق اصغر؟ عارفين بقى نفتح الصندوق نلاقي صندوق والكلام ده؟ ايوان بالظبط. فهي الكاونتينج دي اصغر واحدة وموجودة فيهم كلهم. بعد كده اكبر واحدة هي الراشونال نمبر. فالكاونتنج جوه الناتشورال والناتشورال جوه الانتجر، يعني الكاونتنج سبسيت الناتشورال والناتشورال سبسيت الانتجر والانتجر سبسيت ايه؟ الراشونال. طيب تعالوا بقى نشوف كده سؤال تاني بيجي في التشوز بيتكلم بيقول لي يوز بيلونج ونوت بيلونج. اول سؤال معانا ال 3، هل ال 3 موجود في الناتشورال نمبر؟ يعني هقول بيلونج ولا نوت بيلونج، يعني موجود ولا مش موجود؟ ال 3 يس موجود في الناتشورال نمبر. طيب يبقى belong. طب الزيرو موجود في الناتشورال نمبر؟ يس يبقى belong في الناتشورال نمبر. طب الزيرو موجود في الكاونتنج؟ ايوه ركزوا بقى في السؤال ده، يبقى not belong. ليه؟ علشان الزيرو مش موجود في الكاونتنج. يعني ايه مش موجود؟ يعني not belong. طيب ال 2.5 هل موجود في الراشونال نمبر؟ طبعا دي معموله مخصوص للديسيمال والفراكشن، يبقى belong. طب لو جيت واقول 7.25 ده ايه؟ انتجر، موجوده في الانتجر؟ طبعا لا، احنا عارفين ان الكاونتنج والناتشورال والانتجر مش موجود فيهم اي ديسيمال ولا فراكشن، يبقى not belong. طيب في حاجه بقى ثانيه احنا مهم جدا ان احنا نبقى عارفينها اللي هي اسمها الابسوليوت فاليو، بنرمز لها بالعلامتين اللي هما كده اتنين طوال كده بارلل وجواهم النمبر. عباره عن ايه الابسوليوت فاليو؟ الابسوليوت فاليو مثلا اوف 3 ده معناها الديستانس بتوين ال 3 اند 0. فالمسافه ما بين ال 3 وال 0 كام؟ تعالوا نشوف كده، ادي 1 2 3، يبقى المسافه كام؟ 3. طب لو جيت واقول الابسوليوت فاليو للنيجاتيف 3، فهو الديستانس ما بين ال 0 وما بين النيجاتيف 3 هتطلع كام؟ 1 2 3، يبقى هنا الانسر 3. فسواء كان النمبر بوزيتيف او نيجاتيف دايما الابسوليوت فاليو هيطلعها لي بوزيتيف. الابسوليوت فاليو مش ممكن الانسر يبقى نيجاتيف ابدا. ليه؟ علشان ده ديستانس اصلا. هل في ديستانس بالنيجاتيف؟ لا. خلاص في حاله واحده بس هيبقى فيها الانسر بالنيجاتيف، هنشوفها كمان شويه. طيب تعالوا نحل الاكسرسايز الحلو ده. بيقول لي الابسوليوت فاليو اوف نيجاتيف 5 هتبقى طبعا خلينا نكتبهم من الاول، الابسوليوت فاليو اوف نيجاتيف 5 هتبقى ايه؟ 5. طب الابسوليوت فاليو اوف 2 2، الابسوليوت فاليو اوف 0 هيفضل 0. دي الحاله اللي انا كنت بتكلم فيها، ان انا عندي هنا الانسر هيبقى بالنيجاتيف امتى؟ لو النيجاتيف موجوده بره الابسوليوت، النيجاتيف موجوده ايه؟ بره الابسوليوت، فالنيجاتيف بره الابسوليوت هتفضل لازقه.
يعني النيجاتيف اللي جوه الابسولوت هتختفي، بس دي هتفضل ايه موجود. فدي الحاله الوحيده اللي الانسر بتاع الابسولوت فاليو هتبقى فيها نيجاتيف، لو النيجاتيف كان بره الابسولوت بقى. تعالوا نشوف كده اكسرسايز زي ده. بيقول لي الابسولوت فاليو اوف اكس ايكوال 5، ده معناها ان الاكس كانت بكام؟ يعني ايه هو النمبر اللي هو لو اتحط هنا في الابسولوت فاليو الانسر هيبقى 5؟ طبعا انا عندي اجابتين ال5 والنيجاتيف 5، يعني انا لو عندي ال5 هنا الانسر هيبقى 5، ولو نيجاتيف 5 الانسر هيبقى ايه؟ 5 برضه. طب النيجاتيف 4 ايكوال الابسولوت فاليو، نيجاتيف 4 ايكوال اكس، يبقى الاكس بكام؟ اكيد ب 4، هو عايز الانسر. طب الابسولوت فاليو لل4 هيبقى بكام؟ هتبقى ب 4 برضه. طيب تعالوا دلوقتي نحل كده في السريع كام مساله في الكتاب احسن مات. هنا هشرحها، يعني في افكار ثانيه انا هشرحها في الكتاب على طول، ركزوا معايا عشان في افكار جديده هنستخدمها. طيب هنا ده سؤال سهل جدا، بيقول لي put right in the suitable set. طبعا negative 3 مش موجوده في الكاونتنج خلاص، ولا موجوده، ثواني، ولا موجوده في الناتشورال، فهي موجوده في الانتجر وموجوده في الراشونال نمبر. الفايف موجوده فيهم كلهم، طبعا ده اكسرسايز عبيط، ويعني بس يعني ايه نتدرب فيها على الحاجات. تعالوا نشوف بقى ده المهم. انا عندي هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي رايت كاونتنج ولا ناتشورال ولا راشونال ولا انتجر. اول نمبر انا عندي ديسيمال، ديسيمال يعني هتبقى ايه؟ راشونال نمبر، راشونال نمبر. طيب انا عندي النيجاتيف 5، النيجاتيف 5 هي موجوده دلوقتي في الانتجر وموجوده في الراشونال. طب هختار ايه؟ هختار السيتس الصغيره، يعني مش هختار دلوقتي الراشونال، هختار السيتس الصغيره اللي هي ايه؟ الانتجر. طيب انا عندي ال6، ال6 بقى في كلها موجوده في الكاونتنج، موجوده في الناتشورال، موجوده في الراشونال، موجوده في الانتجر، يبقى هختار اصغر واحده فيهم اللي هي ايه؟ counting. خلاص؟ طيب تعالوا نشوف اكسرسايز تاني، بيقول لي write in the form A over B، يعني أنا عايزة دلوقتي أكتب النمبر ده على شكل إيه؟ fraction. أنا عندي أي whole number سهل جدا إن أنا أكتبه over A 1، هنا negative 5 over A 1. طيب لو أنا عندي decimal زي كده هكتب إيه؟ هكتب النمبر زي ما هو اللي هو 75. واجي اشوف هو انا عندي كام ديجيت في الديسيمال بارت؟ 1 2، يبقى هعملها اوفر ايه؟ 100. يبقى اهم حاجه اشوف انا عندي في الديسيمال بارت في كام ديجيت، وعلى اساسه هحط. لو هو ديجيت واحد هعمل اوفر 10، 2 ديجيت هعمل اوفر 100، 3 ديجيت هتبقى اوفر 1000. يعني زي السؤال ده، انا عندي كام ديجيت في الديسيمال بارت؟ 1، هكتب هنا فوق نيجاتيف 55 اوفر 10. ليه اوفر 10؟ عشان انا عندي ديجيت واحد في الديسيمال بارت. طب هنا انا عندي 2 ديجيت في الديسيمال بارت، هكتب نيجاتيف 825 من غير ديسيمال اوفر كام؟ 100. طيب تعالوا نشوف بقى السؤال ده، والسؤال ده يعني هو مش موجود في كتب ثانيه، ولكن اهميه السؤال ده في ايه؟ ساعات يجيب لي النمبر لاين ويقول لي احط انا النمبر عليه. لازم ابقى عارفه الاول النمبر ده هيبقى بتوين ايه وايه. فهنا بنتدرب بس على فكرة ان النمبر ده ممكن هيكون ما بين مين ومين في النمبر لاين. انا عندي 5.2، طبعا هيقولولي ما بين ال 5 وال 2، ودي اغبى حاجة ممكن تعملوها. ايه بقى؟ هعمل سيركل على هون نمبر. ايه النمبر ده؟ نمبر 5. ايه النمبر اللي بعد نمبر 5؟ 6. برافو عليكم. طيب هنا ايه؟ اللي هو النمبر 2، يبقى هتبقى بتوين ال 2 وايه؟ وال 3. طب ال 1.9 هنا ايه النمبر ده؟ 1، هتبقى between ال 1 و ال 2. طيب ال 0.5 اعمل سيركل على الهول نمبر اللي هي 0، يبقى هتبقى مكانها ما بين ال 0 و ال 1 after ايه؟ after 0 1. طيب تعالوا نكمل عشان الاكسرسايز ده انا شايفاه مهم جدا. هنا ده ديسيمال نمبر 23، هعمل سيركل على 23، هتبقى هنا 23 و 28. طيب ايه الهول نمبر هنا؟ 14، يبقى هيبقى ما بين ال 14 وال 15. نيجي بقى على النيجاتيف نمبر. انا على النمبر لاين نيجاتيف 4، بيجي ايه بعدها في النمبر لاين؟ يعني انا وانا ماشيه كده في النمبر لاين انا عندي نيجاتيف 4، الناحيه الثانيه دي هتبقى ايه؟ هتبقى نيجاتيف 5.
5. ركزوا بقى هنا النيجاتيف 8 هتبقى ايه ما بين النيجاتيف 8 والنيجاتيف 9. احنا بنمشي على النمبر لاين كده، خلاص احنا ماشيين كده. فالنيجاتيف 8 هيجي ايه بعدها من الناحية التانية؟ خلاص النيجاتيف 3 هتبقى هنا النيجاتيف 3 والنيجاتيف ايه 4. طيب نسيب الاكسرسايز ده، تعالوا نحل الاكسرسايز في الصفحة دي. مثلا هنا اول اكسرسايز سهل جدا، بيقول لي write the letter represents each number. انتوا زي ما انتوا شايفين كده هو ده هنا رقم ايه ان ما بين النيجاتيف 4 والنيجاتيف 5. نيجي هنا اهوت ايه اللي ما بين النيجاتيف 4 والنيجاتيف 5 اللي يبقى دي الان. طب هنا النيجاتيف 3 هي نيجاتيف 3 يبقى هي حرف الكي. هنا بقى في نمبر بوزيتيف ما بين ال 2 وال 3، ايه هو مديهولنا ما بين ال 2؟ يبقى هتبقى نمبر ال. وهنا ديت الام ما بين ال 4 وال 5 يبقى دي كده نمبر ام. نسيبنا برضو من ده، تعالوا هنا بقى مدينا ارقام واحنا هنعمل لها represent on the number line. طيب هنا 3.9، انا عندي ال 3 هتبقى 0.9 ما بين ال 3 وال 4 ماشي، بس طبعا علشان هي 0.9 هخليها اقرب لل 4 يبقى دي كده اول نقطه اللي هي نقطه ايه. 1.1 دي معناها ما بين ال 1 وال 2، هاجي ما بين ال 1 وال 2 بس هي هتبقى لسه صغيره ما بين يعني قريبه لل 1 اكتر، فهتبقى دي النقطة B. هنا 5.7 هي هتبقى ما بين ال 5 وال 7، ال 5 قصدي وال 6، ما بين ال 5 وال 6 بس قريبة لل 6 أكتر، دي النقطة C. آخر حاجة نيجاتيف هاف، ودي ما بين النيجاتيف ما بين الزيرو ماشي وما بين النيجاتيف 1، يبقى هنا هتبقى في النص دي نمبر D. طيب الارينج ان اسندنج وديسندنج برضو نفس الفكره، انا عايزه دلوقتي اسندنج يعني من الصغير للكبير. طيب هاجي اشوف الهول نمبر، انا عندي هنا النيجاتيف الاول نيجاتيف 2 ونيجاتيف 3 ونيجاتيف ايه 2، اني اول واحد؟ انا عندي النمبر ده هو اول واحد اللي هو نيجاتيف 3 اوكي. بعد كده انا عندي هنا نيجاتيف 2 اند هاف، دي اللي هي 2.5، هي نفسها 2.5 هتبقى هي نمبر 2، وعندي نيجاتيف 2.4 نمبر 3، اخر نمبر هو ده اللي هتبقى. تعالوا نشوف كده اكسرسايز كمان. هنا البيجر والسمولر طبعا سهل جدا، انا عندي هنا 2 و 2.4، اكيد ال 2.4 اكبر، لكن هنا في البوزيتيف والنيجاتيف طبعا البوزيتيف اكبر. هنا النيجاتيف 5 والنيجاتيف 5.1، احنا قلنا لو الاثنين نيجاتيف هتبقى الكريزي، هيبقى هنا النيجاتيف 5 لوحدها هتبقى اكبر من النيجاتيف 5.1 وهكذا. طيب انا هنا اهوت الابسوليوت، طبعا ده سؤال سهل جدا، الابسوليوت فاليو اوف نيجاتيف 5 هتبقى 5، هنا 2 هنا 0، هنا بقى النيجاتيف من بره فهتلزق تبقى نيجاتيف ايه 10. تعالوا نحل حاجه ثانيه برضو نفس الشيء، الاكس من جوه يبقى الانسر يا اما هيبقى 2 اور نيجاتيف 2، الاكس من بره هتبقى الاجابه واحده بس اللي هي الانسر البوزيتيف اللي هي ال. طيب ركزوا بقى معايا في البيجر والسمولر، احنا حلينا زيه كتير قبل كده، ولكن في حته انا كنت عايزه اقولها لكم مهمه جدا، ان انا لازم احل النمبر. يعني انا عندي هنا الابسوليوت فاليو اوف 4 هخليها 4، والابسوليوت فاليو اوف نيجاتيف 4.5 هحلها هتبقى ايه 4.5، يبقى دي البيجر. يبقى لما انا عندي هنا اهوت اسئله زي كده لازم احلها. هنا النيجاتيف ابسوليوت فاليو اوف نيجاتيف 3 هتبقى كام؟ 3، وهنا نيجاتيف 3 يبقى الايه؟ دي هتبقى اكبر عشان في ناس بتكتبها ايكوال. هنا دي هتبقى 5 ودي نيجاتيف 2 يبقى ال 5 ايه؟ اكبر وهكذا، ماشي؟ علشان ما نتلخبطش في الاسئله دي. طيب ركزوا برضو في السؤال ده، جميل جدا وعجبني جدا. هنا بيقول لي which point on the number line below have the same absolute value. ركزوا بقى معايا the same absolute value يعني ايه؟ يعني شايفين الزيرو او الزيرو
ايه هما الرقمين او الحرفين اللي الديستانس ما بين الزيرو والرقم ده يعني إيه واحده، هما الاثنين زي بعض. فانا عندي اول سؤال اجابه هي الصح اللي هي الاي والاي. شايفين الاي مكانها فين؟ نيجاتيف 4.5 وهنا 4.5، فهما الاثنين نفس ايه المسافه. السؤال ده جميل جدا ومتكرر اكتر من مره هنا اهوت، وفي اسئله كتير يعني تحلوها بقى مع نفسكم ماشي. ولو في اي سؤال في اي وقت ممكن تسالوني في الكومنتات، واهلا بيكم في اي وقت، ونتقابل على خير ان شاء الله في يونت 3. شكرا.